قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما نفوس في رمضان لذلك بلا نزاع. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه القرآن في كل ليلة حتى ينسلخ رمضان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. ويستطيع كل مسلم ألا يحرم نفسه من هذا الخير. لا يقتصر هذا الفضل على الأثرياء، أسأل الله أن يبارك لهم في أموالهم، وإنما تستطيع أنت وأستطيع أنا وأستطيع كل مسلم لو أعد طعامه العادي تماما في بيته أن يقتطع من نفس الطعام جزءا يسيرا ليطعم به صائما فقيرا. فطعام الاثنين يكفي لثلاثة، وطعام الأربعة يكفي ثمانية كما قال عليه الصلاة والسلام، لن يتكلف. وتدبروا جميعا أيها الإخوة والأخوات هذا الحديث الجميل الصحيح الذي رواه أحمد والنسائي، أنه صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجر الصائم غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. والله جل وعلا يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق عليك. رابح والله من سينفق ربنا جل وعلا الذي له خزائن السماوات والأرض، من سينفق ربنا عليه: يا ابن آدم أنفق عليك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، فيقول الأول: اللهم أعط منفقا خلفه، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفه. وقد ذكرت الآن حديث رسول الله: لا حسد إلا في اثنتين. وذكر النبي رجلا آتاه الله ماله فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. فاتقوا النار أيها الإخوة ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. طيب فضلتك، يعني بتلاقي في رمضان أهل المعاصي بيمسكوا المعاصي في شهر رمضان، وأول ما بيخلص رمضان بيدي لنفسه الحق أنه يعمل كل حاجة لأنه بيعيد. يا نادما على الذنوب أين أثر ندمك، أين بكاؤك على زلة قدمك. يا أسير المعاصي ألا تبكي على الذنوب الماضية، ألا تخشى من الهاوية، أما تخشى من أليم العقاب وشديد العذاب ووقع العتاب. يا من أقبلت على الله جل وعلا في رمضان ألم تذق حلاوة التوبة، ألم تذق طعم القرب من الله جل وعلا لتتفلت بعد ذلك وبهذه السرعة مع آخر ليلة من ليالي شهر رمضان وكأنك كنت في سجن قد غلقت أبوابه ونوافذه. ما فرض الله الصيام علينا من أجل هذا، بل لقد فرض الله عز وجل علينا الصيام ليزكي بالصيام نفوسنا، ليهذب بالصيام أرواحنا، ليطهر بالصيام أفئدتنا وأبداننا، لعلكم تتقون. فالله سبحانه وتعالى يفتح أبواب الجنان وأبواب الرحمة في رمضان
فأقبل أيها الحبيب، أقبلي أيتها الفاضلة، مهما بلغ الذنب ومهما كان حجم المعصية، فلنقبل على الله سبحانه وتعالى في رمضان وفي غير رمضان. فالله لا يغلق أبواب التوبة أبدا إلى أن تطلع الشمس من مغربها كعلامة كبرى من علامات الساعة، باب التوبة لا يغلق. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأمرنا بالتوبة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات. أسأل الله أن يجعلنا من أهلها وأن يتوب علينا لنتوب إليه. فما من ليلة تمر علينا أيها المسلمون وأيتها المسلمات إلا وتنزل ربنا جل جلاله إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بكماله وجلاله، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل الأول ويقول: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر، والحديث رواه البخاري ومسلم، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. فالباب لا يغلق، فأقبل أيها العاصي، أقبل أيها المذنب مهما كان ذنبك ومهما كانت معصيتك، وكن على يقين مطلق بأن الله سيفرح بتوبتك وهو الغني عن العالمين. روى البخاري ومسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته. يعني رجل يركب الدابة عليها الطعام عليها الشراب، يسير بها في صحراء مهلكة، وفجأة انفلتت دابته، ضاع طعامه ضاع شرابه، فقد الظهر الذي يركبه، فوجد شجرة فاضطجع في ظلها وهو مستسلم للموت ينتظر الموت في أي لحظة، وهو في هذه اللحظات الشديدة يرى دابته تقف عند رأسه مرة أخرى عليها الطعام وعليها الشراب، فيأخذ بخطامها ويعبر عن فرحته الهائلة فيقول: اللهم لك الحمد، أنت عبدي وأنا ربك. يقول الحبيب: أخطأ من شدة الفرح، فرحة الله بعودة عبده إليه أعظم من فرحة هذا العبد بعودة راحلته إليه، أو إن شئت فقل بعودة أسباب الحياة إليه. لقد رأى نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري من حديث عمر، رأى امرأة في الأسرى في السبي تبحث عن ولدها، فلما وجدت الأم ولدها ألزقته ببطنها فأرضعته. هذا حنان الأم ورحمة الأم، أمر معلوم. فلما رأى النبي هذا المشهد الرقراق الحنون التفت النبي إلى أصحابه وقال: أترون هذه الأم طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: لله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها. لذلك قال أحد الصالحين: اللهم إنك تعلم أن أمي هي أرحم الناس بي، وأنا أعلم أنك يا سيدي أرحم بي من أمي،
وأمي لا ترضى لي الهلاك والعذاب، أفترضاه لي أنت يا سيدي وأنت أرحم الراحمين. وفي صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فيا أيها الأخ الكريم ويا أيتها الأخت الفاضلة، فلنقبل جميعا إلى الله جل وعلا، فلنقبل جميعا إلى الله سبحانه وتعالى، ونحن على يقين مطلق بأنه لا سعادة إلا في رحاب الله، ولا أنسى إلا مع الله، ولا سعادة لنا في الآخرة إلا إذا عدنا إليه فامتثلنا أمره واجتنبنا نهيه ووقفنا عند حدوده. لكني أود أن أذكر نفسي وأحبابي وأخواتي بأن للتوبة شروطا. أما الشرط الأول فهو أن نقلع عن المعاصي والذنوب، وأما الشرط الثاني فهو الندم. فالندم هو ركن التوبة الأعظم، أن تندم على ما مضى، أن تندم على ما فات. وأما الركن الثالث من أركان التوبة أن نداوم على العمل الصالح حتى نلقى الله. فإن سلت قدمك في بؤرة معصية فطهر ثيابك بدموع التوبة والأوبة، وكن على يقين بأن الله سيغفر لك الذنب مهما عظم، فإن عفو الله جل وعلا أعظم. أما إن كان الذنب متعلقا بحق عبد من عباد الله، أو بحق أخ من إخوانك، أو بحق أخت من أخواتك، فعليك أن تتحلل من هذا الحق وأن تذهب إلى أخيك ليعفو عنك. فإن كان مالا رد المال إليه قبل أن تتوب إلى الله. أما إن كانت غيبة فلا تذهب إلى أخيك لتقول له إني قد اغتبتك فاغفر لي، هذا خطأ، هذا مخالف لقصد الشريعة، بل ومخالف للفطرة. أنت بذلك توغر صدر أخيك، وإنما يكفيك فقط أن تجلس في نفس المجلس الذي اغتبت فيه أخاك وأن تثني عليه وادعو الله عز وجل له، وبذلك تكون قد تبت إلى الله سبحانه وتعالى. وإن كنت لا تستطيع أن تذهب إلى أخيك لذنب فظيع بشع عظيم، فما عليك إلا أن تلجأ إلى الله وأن تتوب إليه. فإن قبل الله عز وجل منك التوبة تولى الله سبحانه وتعالى بنفسه لك تخلص هذا الذنب يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا لنتوب إليه، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن لا يخرجنا من هذا الشهر إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور، وأن يجعلنا جميعا من عتقائه من النار، وأن لا يمر علينا هذا الشهر إلا وقد من الله عز وجل علينا جميعا بالمغفرة، وعلى أمتنا بالسعادة والنصر والتمكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين يا رب العالمين. أعزائي المشاهدين، إلى حلقة أخرى إن شاء الله، وكل عام وأنتم طيبين.